من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وما هو مصيرنا بعد الموت؟ لقد أنفقت الإنسانية زمناً طويلاً وما زالت في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة الوجودية المعقدة، فظهرت الأساطير التي ورثناها عن الحضارات القديمة. لكن شعلة البحث حملها علماء وفلاسفة في سبيل الوصول إلى إجابات منطقية توضح العلاقة بين الإنسان والعالم من حوله. ولم يتوقف البحث على مدار قرون حتى انتهى إلى ما نعرفه اليوم من علم حديث استطاع الإجابة عن أسئلة الإنسان التي حيرته على مدار تاريخه. في الأربعينيات من القرن العشرين ظهر نموذجان رئيسيان يشرحان بطريقتين مختلفتين كيف بدأ كل شيء. النموذج الأول هو الحالة الثابتة للكون، والذي طرحه الفلكي وعالم الرياضيات البريطاني فريد هويل، وهو نموذج يطرح فكرة كون لا نهائي سرمدي بلا بداية ولا نهاية، ولم يتكون من ذرة واحدة، ولم تخلق فيه المادة دفعة واحدة في لحظة واحدة. أما النموذج الثاني فكان لعالم الفيزياء الأوكراني جورج جاموف، وهو نموذج الانفتاق العظيم، ويتحدث عن ذرة متناهية الصغر هائلة الكثافة انفجرت فجأة لسبب غير معروف منذ 14 مليار سنة، ما أدى إلى ولادة الكون الذي ما زال يتوسع حتى اليوم جراء هذا الانفجار. ظن هويل أن الملاحظة العلمية سوف تدعم نظريته، وأن نموذج جاموف لن يجد دليلاً لدعمه، لذا أطلق عليه على سبيل السخرية الفرقعة الكبيرة، وهو الاسم الذي التصق بذلك النموذج حتى يومنا هذا بعدما حقق النجاح وأثبتته التجارب العلمية. تقول نظرية الفرقعة الكبيرة أو الانفجار العظيم إن الكون كان عبارة عن ذرة واحدة، ولسبب ما انفجرت بطاقة هائلة لتتكون أولى ذرات العناصر وهي الهيدروجين، والتي اندمجت معا فيما بعد ليتكون الهيليوم. هذا الاندماج النووي أدى إلى انبعاث كميات كبيرة من الطاقة والضوء، وبذلك ولدت أولى النجوم وبدأ الضوء يعم الكون، وهو الضوء الذي التقطه عام 1965 أرنو بنزياس وروبرت ويلسون، ونال بسبب هذا الاكتشاف جائزة نوبل عام 1978. لكن هويل صاحب النموذج الثابت للكون ظل على رأيه، ولم يؤمن بالنظرية التي أسماها بنفسه ساخراً الانفجار العظيم، حتى رحل عام 2001 وهو يعتقد بصواب نظريته، رغم إثبات العلم لصحة نموذج الانفجار العظيم لدرجة أنه لم يعد يملك أحد دليلاً لتكذيبه، إلى جانب إثباته بملاحظات العالم هابل، والذي أكد من خلال رصده للمجرات أنها في حالة تباعد عن بعضها البعض. وكذا اكتشاف بقايا الإشعاع الكوني الناتج عن الانفجار وتصويره من خلال القمر المستكشف عام 1989 ليثبت صحة اكتشافات أرنو بنزياس وروبرت ويلسون، الذي أفصح ربما دون أن يدري عن حقيقة هامة حين قال: حالات كثيرة عندما يحدث تغيير جوهري لنموذج في العلم فإن الأمر يستغرق جيلا كي يتقبله، وأعتقد أن العالم الآن مستعد لتقبل حقيقة الانفجار العظيم، فقد بحثت الأجيال لمدة قرون عن إجابة لسؤال من أين أتينا، وهناك روايات دينية في كل الحضارات، لكننا لدينا البرهان الأكيد اليوم على أننا جئنا من انفجار عظيم. وبالفعل فقد قدمت نظرية الانفجار العظيم النموذج الأمثل لخلق الكون، وأكدها العلم فيما بعد، لتبقى هي النظرية المعتمدة إلى يومنا هذا. ولكن ماذا بعد؟ ماذا حدث خلال الزمن الذي يفصل يومنا الحاضر عن ذلك الانفجار؟ ماذا حدث قبل 14 مليار عام وأدى إلى ما نحن عليه الآن؟ حسناً، لنبدأ من جديد. في زمن متناهي الصغر يقدر بجزء من مليار المليار من الثانية،
تحولت ذرة لا تذكر إلى حجم مجرة كاملة خالقة طاقة هائلة يصعب تخيلها. هي الطاقة التي تكون منها الكون كله. وبعد 380 ألف عام على الانفجار، تكونت ذرات الهيدروجين الأولى والتي أصبحت البنية الأساسية للمصنع الذي سوف يصنع كل شيء. فبمزيد من الضغط والحرارة لذرات الهيدروجين يمكن تخليق ذرات أخرى لعناصر أخرى. وهذا ما حدث داخل الكون الوليد. فقد بدأت قوة الجاذبية بضغط سحب الغاز والغبار لترتفع الطاقة الحرارية، وعندما وصلت إلى 18 مليون فهرنهايت، اندمجت ذرات الهيدروجين بقوة لتصنع عنصراً جديداً هو الهيليوم. ونتيجة لهذا الاندماج الذري، فإن كميات هائلة من الطاقة أطلقت في الفضاء على صورة ضوء وحرارة. وبذلك ولدت أولى النجوم، والتي هي ليست مصدر الضوء والحرارة وحسب، بل هي أيضاً مصانع المادة. فتحت الضغط الشديد والحرارة الهائلة للنجوم تندمج الذرات وتتشكل عناصر جديدة للمادة. فالهيدروجين يتحول إلى هيليوم، والهيليوم إلى ليثيوم، ثم الكربون والأكسجين والنيتروجين والحديد. وهكذا ولد أول 15 عنصراً أساسياً. ولكن ماذا عن العناصر الأثقل؟ النحاس والزنك والبرونز والذهب واليورانيوم وغيرها من العناصر التي لا تملك النجوم الحرارة الكافية لصنعها. هنا بدأت النجوم بالانفجار. هذه الانفجارات أطلق عليها المستعرات العظمى، وتتولد منها طاقة هائلة تكفي لدمج الذرات الأثقل كي تتكون باقي المواد التي نعرفها بالجدول الدوري للعناصر. وعلى مدار 8 مليار عام، ظلت مصانع النجوم في دورتها لصناعة العناصر الأثقل فالأثقل. تنفجر النجوم ثم تولد مجددا، ثم تعود فتنفجر، بينما يخرج من كل جيل عناصر أثقل. أحد هذه النجوم هو الشمس، والتي ظهرت قبل 4.6 مليار عام، وجمعت 99.9% من الغاز والغبار في المجموعة الشمسية كلها كي تولد، ومنها تكونت الكواكب التي تدور حولها. ثالث هذه الكواكب بعداً عن الشمس هو الأرض، والتي ولدت قبل 4.5 مليار عام، ككتلة من الصخور البركانية المذابة تختلط فيها العناصر. كانت الأرض تدور بسرعة عالية عما نعرفه اليوم، إذ كان طول النهار 6 ساعات فقط. هذا الدوران جعل العناصر الخفيفة تتجه إلى السطح مكونة قشرة أخذت تبرد وتتصلب بمرور الوقت، بينما غاصت العناصر الأثقل نحو مركز الكوكب الوليد، مكونة لباً من الحديد والنيكل، والذي صنع المجال المغناطيسي حول الأرض ليحميها من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس، وسمح بنشأة الحياة بخلق قوة الجاذبية التي تمسك بكل شيء. ولكن حدث أن اصطدم جسم غريب بالأرض بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة، فابتلعت الأرض الجسم المصطدم. بيد أن الشظايا المتخلفة عن الاصطدام ظلت تدور حول الأرض في مدار ثابت، وعملت الجاذبية على دمجها معا حتى تكون الجرم الفضي الجميل الذي يدور في السماء منذ ذلك اليوم، القمر. الاصطدام عمل أيضا على ميل كوكب الأرض عن محوره، ما أعطى هذا الكوكب منحة عظيمة للحياة، وهي تعاقب الفصول الأربعة مع دوران الأرض حول الشمس. بينما أصبح القمر نفسه عاملا هاما وخطوة عظيمة لنشأة الحياة، حيث عملت جاذبيته على التقليل من سرعة دوران الأرض لتصبح أبطأ فأبطأ. كانت الأرض حارة جداً وبغير ماء، بيد أنه كان هناك الكثير من بخار الماء في غلافها الجوي. وعندما انخفضت درجة حرارة الكوكب، تكثف البخار ونزل المطر، فتكونت البحار والمحيطات. وقبل 3.8 مليار عام، وتحت سطح البحار والمحيطات، اندمج الهيدروجين والأكسجين والكربون والنيتروجين ليتكون شيء فريد هو الحمض النووي، معلناً بدء الحياة في صورة كائن حي كان وما زال له دور أساسي في اللعبة، وهو البكتيريا. وبذلك نستطيع القول إن أول كائن حي وأقدم كائن حي على الأرض هو البكتيريا، والتي تتغذى على ضوء الشمس.
أما مخلفاتها فهي الأكسجين، أهم عناصر الحياة. كانت المياه في البحار والمحيطات تحمل ذرات الحديد كأحد العناصر الممتزجة معاً بذلك الكوكب الجديد. وعندما بدأت البكتيريا نشاطها والتغذي على الضوء وإخراج الأكسجين، فإن تحولاً جوهرياً بدأ في الحدوث عندما أخذت ذرات الأكسجين في الماء تندمج مع ذرات الحديد ليتكون الصدأ أو أكسيد الحديد، والذي أخذ يتجمع في شكل قشور صلبة ويغوص إلى الأعماق كي يصبح مصدر الحديد للإنسان فيما بعد. وعندما لم يعد هناك ذرات حديد في الماء ليندمج معها الأكسجين، فإن هذا الأكسجين بدأ بالهرب نحو الغلاف الجوي للأرض. وعلى مدار الملياري عام التالية أخذت أشكال الحياة في المياه تزداد تعقيداً، والسماء اتخذت لونها الأزرق، وبدأت تظهر اليابسة ككتلة واحدة اسمها بانجيا. ومع مرور الزمن أصبحت نسبة الأكسجين في الهواء 13%، ليبدأ عصر الانفجار الكمبري قبل حوالي 550 مليون عام، فظهرت الكائنات البحرية الأولى التي تطورت في سلسلة الطفرات وحسب نظرية التطور، ولم تحتج بعد ذلك سوى 50 مليون عام ليظهر منها تبعاً للتطور الجيني أول الأسماك العظمية في البحار، والتي هي أسلافنا نحن البشر. في تلك الأثناء كانت النباتات والأشجار قد ظهرت على اليابسة، وقبل 400 مليون عام أصبحت الكائنات العظمية التي تعيش في البحار على استعداد للقيام بقفزة تاريخية، وخرجت هذه البرمائيات من الماء لتخطو أولى خطواتها على اليابسة كموطن جديد لها، لكنها لم تستطع قطع علاقتها بالبحر بشكل كامل بسبب البيض، فبيض البرمائيات هلامي وسوف يجف على اليابسة. إلا أن بعض هذه البرمائيات استطاعت حل المشكلة بتطوير شكل جديد للبيض، فغلفته بقشرة صلبة كي تحمي السوائل والرطوبة داخلها، وبذلك تطورت البرمائيات إلى زواحف، وانقطعت الرابطة تماما بين هذه الكائنات والبحر، وأصبحت قادرة على التجول بعيدا عن الشاطئ لاستعمار الأرض الصلبة. ولكن قبل 250 مليون عام حدث أكبر نشاط بركاني منذ نشأة الأرض، وامتلأ الغلاف الجوي بثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى انقراض أكثر من 70% من الأحياء التي نشأت في الانفجار الكمبري. سمي هذا العصر بعصر الانقراض البرمي، ويبدو أن حوادث الانقراض كان لها أثراً بالغاً على تغيير شكل الحياة على الأرض، فقد تكرر الانقراض مرات كثيرة كي يسمح لكائنات بأن تسود الأرض كالديناصورات، وكائنات أخرى تندثر في سلسلة التطور المستمرة. سادت الديناصورات الأرض لأكثر من 160 مليون عام، وخلال هذه المدة ظهرت الغابات، واستقر اليوم على الأرض ليصبح 24 ساعة، وبدأت كتلة اليابسة الواحدة بانجيا بالانفصال لتتكون القارات. تحت أقدام الديناصورات كانت تعيش الثدييات، فلا يكاد يكون لها وجود. لكن قبل 65 مليون عام حدث أن جاءت صخرة من الفضاء بعرض 6 أميال، فاصطدمت بالأرض لينقرض كل مخلوق عليها يزن أكثر من 50 طناً. وهكذا انتهى عصر الديناصورات، مما أعطى الفرصة للثدييات بالظهور بقوة على الأرض. لم يمضي وقت طويل على انقراض الديناصورات حتى ظهر أول الرئيسيات الحقيقية، القرود، والتي ظلت تعيش على الأشجار إلى أن اضطر بعضها للنزول إلى اليابسة للبحث عن بيئات جديدة بعد اجتياح العشب لسطح الأرض وندرة الغذاء. ومع الوقت تعلمت هذه الرئيسيات الانتصاب على القدمين الخلفيتين فوق مستوى العشب لمراقبة المفترسين، ومن ثم بدأت تتحرك على قدمين وتحررت الأيدي التي شكلت التاريخ الإنساني. هكذا خطى أشباه البشر على الأرض منذ أكثر من 2.5 مليون عام، قبل أن تبدأ في التفكير ثم تشكيل الأحجار لصناعة نصل الرماح وأشياء أخرى، كي يبدأ العصر الحجري.
ثم اكتشف الإنسان النار قبل 100,000 عام بعدما اتخذ شكله المعروف حالياً بعيداً عن ملامح القرود، وبدأ في إصدار الأصوات المعقدة ليبدأ الكلام والتواصل ومشاركة المعلومات، وازداد معدل ذكائه وانتشر البشر في القارات. لكن وقبل 50,000 عام من الآن اجتاح العصر الجليدي كوكب الأرض كإنذار بزمن انقراض. بيد أن الانتشار والذكاء حمى الإنسان من هذا الانقراض، وظل يتكاثر ويتقدم علميا ومعرفيا حتى صعد إلى القمر. فإذا كان تاريخنا بدأ منذ أكثر من 14 مليار عام، فكم عمر الإنسان بالنسبة لعمر الكون؟ تخيل أننا لو اختزلنا 14 مليار عام، وهي عمر الكون، إلى 14 عام فقط، فإن عمر البشر آخر 3 دقائق. ما هو إذن عمرك كإنسان واحد بالنسبة لعمر الكون؟ نحن إذن لا شيء، مجرد هباء، وهذا هو المطلوب معرفته. مطلوب أن تعرف بأننا أبناء انفجار عظيم، محض صدفة، أصلنا سمكة تطورت. إذن فما قيمة هذه الحياة؟ ما قيمتنا؟ وكيف نصدق بأن هناك إلهاً خلقنا وخلق كل شيء في هذا الكون لأجلنا؟ ما رأيك في هذه القصة؟ هل تبدو لك كأنها إحدى قصص الخيال العلمي؟ هل تتساءل بينك وبين نفسك من أين جاء العلماء بهذه الأحداث والأرقام؟ ولماذا هم واثقون هكذا من نشأة الكون والحياة على الأرض ونظرية التطور؟ هل يدور في خاطرك الموروث الديني كتلك الآية الكريمة التي يقول فيها المولى تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه نظريات علمية مثبتة ومصدق عليها تقول إن الكون كله تكون صدفة، وأنه ليس هناك إله خلق الإنسان، بل إن الإنسان تطور فقط من بكتيريا إلى سمكة، ثم إلى قرد، ثم إلى إنسان كامل عاقل ومفكر. فهل هي مقنعة بعيدا حتى عن أي استدلال ديني؟ حسناً، أرجوك لا تتعجل الإجابة، فرحلتنا لم تبدأ بعد، والقادم أكثر غرابة ودهشة. المهم تذكر أننا لا نؤلف قصصاً، وإنما هي نظريات علمية قال بها كبار العلماء وصدقهم العالم، ودرسناها في مراحل تعليمنا. تذكر ذلك جيداً، فسوف نحتاجه في رحلتنا المدهشة.